الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. We continue our class in the explanation of the book العقيدة الواسطية by شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله وقوله يعني وقوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. The author, Allah, mentioned the statement of Allah subhanahu wa ta'ala that means and be just, for Allah loves those who are just. طبعا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية من الآيات التي فيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا في الدروس الماضية بما فيه الكفاية بإذن الله تعالى عما يتعلق بإثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. So the author, رحمه الله, he mentioned this ayah in his affirmation or in as a proof that the attributes in regards to the attribute of the affirmation of the attribute of love to Allah subhanahu wa ta'ala. And in the previous classes we already mentioned what is regarding the affirmation of the attribute of love to Allah subhanahu wa ta'ala. وذكرنا بارك الله فيكم أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهم يثبتون له سبحانه وتعالى محبة، وأنه يحب من عباده من كان صالحا تقيا مقسطا إلى إلى غير ذلك مما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه على وجه يليق به سبحانه وتعالى. As we mentioned before that the belief of Ahlus Sunnah wal Jama'ah is that they affirm to Allah سبحانه وتعالى that which he affirmed to himself in a way that befits him سبحانه وتعالى. So they affirm to Allah سبحانه وتعالى that he loves from his servants those who are righteous, those who are pious, those who are just, and so on and so forth of what Allah سبحانه وتعالى affirmed to himself. So we affirm them to Allah سبحانه وتعالى, we affirm to Allah سبحانه وتعالى those attributes in a way that befit him سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى وأقسطوا هذا أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط، بل في يعني العدل الإقساط والعدل في الحكم بين كل الناس. يحتاج الإنسان أن يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله نعم يعظكم به، الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا عام في كل حكم بين الناس. So Allah سبحانه وتعالى commanded us to be just, and this is in regards to judging between any people, any two groups of people, whether from the believers or non-believers, or one is a believer and one is a disbeliever, for one to be just. وهو من قسط إذا جار، والهمزة للسلب. فالآية فيها الحث على العدل وفضل العدل وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. So this shows us the virtue and the importance of justice and being just, and that Allah سبحانه وتعالى loves those who are just. ذكر أيضا المصنف رحمه الله قول الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم بين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما هنا مصدرية ظرفية، ما استقاموا لكم يعني مهما كانوا قائمين ومقيمين لهذا العهد ولم ينقضوا العهد معكم فاستقيموا لهم يعني ابقوا على عهدكم معهم. ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الله سبحانه وتعالى يحب المتقين، ومن تقوى الله سبحانه وتعالى عدم نقض العهود، ولا يجوز نقض العهود لا مع مسلم ولا مع كافر. So the next ayah that the author رحمه الله mentioned, it means and as long as they are upright with you, then be upright with them. This is a command from Allah سبحانه وتعالى also to fulfill the covenant and the agreement
any type of ceasefire agreement, for example, with the disbelievers, or any type of agreement, as long as they are upright with you, then continue to be upright with them and fulfill your side of the agreement, as long as they fulfill their side of the agreement. And then Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the reason behind that, in the meaning of the continuation of the ayah. Indeed, Allah loves the pious. Indeed, Allah loves the pious, meaning Allah subhanahu wa ta'ala loves the pious from His servants, and here in general and specifically those who fulfill their covenants and their agreements. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. After that, the author رحمه الله mentioned the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, that means indeed Allah loves those who repent often and those who purify themselves. فهذا أيضا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. So this is Allah سبحانه وتعالى is informing us that He سبحانه وتعالى loves those two types of His servants. الصنف الأول هم التوابون والصنف الثاني المتطهرون. So the first type are those who purify themselves, those who repent often, and the second type are those who purify themselves. فالقسم الأول هم التوابون الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة. التوابون فيه مبالغة يعني الذين يكثرون من التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى مما ألموا به مما فعلوه من المعاصي، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجازات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. So Allah subhanahu wa ta'ala loves from His servants those who repent often. And this means that they continue to repent to Allah subhanahu wa ta'ala and seek His forgiveness from their sins. وقد ذكر العلم أنه يعني وحذر أهل العلم من مسألة خطيرة وهي أن يقول الإنسان عصيت الله فتبت واستغفرت ثم رجعت إلى نفس المعصية ثم تبت واستغفرت ثم رجعت إلى نفس المعصية. قالوا أن يصل إلى حد يقول أستحي أن أتوب. هذا لا ينبغي، وهذه من مداخل الشيطان، والشيطان يريد أن يظفر بك بهذا منك. بل الذي ينبغي عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مهما عصيت، وإن كانت المعصية نفسها، أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترجع. فانتبه يا أخي من هذه المسألة الخطيرة. وكذلك أن يقنط الإنسان من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الأنبياء والمرسلين أنهم ليسوا معصومين عن الصغائر، عن ارتكاب الذنوب. ولماذا؟ قالوا ليظفروا بشرف التوبة وبفضل التوبة، لأنها شرف عظيم، ولأن التوبة ولأن مقام التائبين مقام عظيم يحبه الله سبحانه وتعالى. فشرف الله أنبياءه بأن وفقهم ليس فقط إلى حسن العبادة وإلى الطاعة وإلى الشكر وإلى الإخلاص، بل أيضا شرفهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم بأن يذنبوا فيتوبوا، وإن كانوا يعني ذكر أهل العلم أنهم معصومون عن الكبائر، إلا أنهم يرتكبون كما ورد أنهم يقعون في الصغائر ولكن يوفقون للتوبة، وهذا شرف عظيم من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله. So Allah سبحانه وتعالى loves those who repent often. So what is upon us is to repent to Allah سبحانه وتعالى. Whenever we sin, whenever we disobey Allah subhanahu wa ta'ala, and yes, we all sin and we all disobey Allah subhanahu wa ta'ala by nature of being humans. However, what is upon us is to repent to Allah subhanahu wa ta'ala, to go back and repent and seek Allah's forgiveness. This is what is upon us to do when we sin and disobey Allah subhanahu wa ta'ala. And beware, my brother, beware of this error that many people fall into. They say we sin and we repent. And we sin and we repent. And we sin and we repent. And the same exact sin. And they say, I'm too ashamed to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. This is from the trickery of the shaytan. This is what the shaytan wants you to do. He wants you to be ashamed of sinning, of repenting. That one says, I'm ashamed of repenting
from the same sin over and over and over. No, this is from the trickery of the shaitan. Rather, go back and repent to Allah subhanahu wa ta'ala, for Allah subhanahu wa ta'ala loves those who repent to Him. This is something that is beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. And beware also of despairing from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And this also is from the trickery of the shaitan. One says, no, I keep sinning, I keep disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. There's no way there's repentance for me. This is from the trickery of the shaitan. Go back and repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah loves those who repent to Him subhanahu wa ta'ala. For this reason, the people of Nawz, they mention that the prophets and the messengers of Allah, they are Allah subhanahu wa ta'ala. They are infallible, and they don't fall into major sins, as the people of knowledge mentioned, and they don't fall into errors and mistakes in regards to their conveying of the message of Allah subhanahu wa ta'ala, as is clear. However, Allah subhanahu wa ta'ala, from His wisdom, is that He makes the prophets and the messengers of Allah, that He allows them, and that they fall into minor sins. And Allah subhanahu wa ta'ala guides them to repentance. And that is because the nobility, because of the nobility and the honor and the high status of those who repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wants to give His messengers and His prophets not only the honor and the nobility of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and the righteous good deeds and their sincerity and so on and so forth, of the excellent things that Allah subhanahu wa ta'ala gives to His prophets and messengers. In addition to that, Allah subhanahu wa ta'ala gives them the level of and the nobility and the virtue of being from those who repent to Him. And so Allah subhanahu wa ta'ala allows them and permits them to repent to Him subhanahu wa ta'ala whenever they commit a sin. Naam. Ala kulli hal, قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah loves those who repent often and loves those who purify themselves. المتطهرون هم الذين يبالغون في التطهر وهو التنظيف بالوضوء وبالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون, يعني كما لأن الآية في سياقه, الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن والحمل على العموم أولى. يعني نعم, هذا نوع التنزه من فعل هذا الأمر المحرم, نوع من التطهر, والذي فيه ما فيه من ملامسة النجاسة وغير ذلك. ترك هذا الفعل نوع من التطهر, ولكن الآية أعم. فالذين يحب المتطهرين, المتطهرين من كل النجاسات ومن كل أنواع النجاسات. So Allah subhanahu wa ta'ala loves those who purify themselves. And this is a general statement. Yes, it came in the context of having a relationship with a woman in an improper way during their menses, or in an improper way. And yes, those are types of impurities that one, that Allah subhanahu wa ta'ala loves those who stay away from this impurity. However, the ayah is more general, meaning that Allah subhanahu wa ta'ala loves those who purify themselves and stay from impurities in general. So they purify themselves from the minor and the major state of impurities, and they also purify their bodies and their clothes and their places. They purify them from physical impurities. Now, على كل حال, والتوابون هم الذين يتطهرون من النجاسات المعنوية. And those who repent often, they purify themselves from the intangible impurities. ونكتفي بهذا المقدار, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.